انا مضطر اقول هذا الكلام انه كلام حقيقي. لما اجي اقارن مره تانية على مستوى الانجازات، كره اليد حققت رابع العالم في 2001 ومرتين سابع ورابع دوره اولمبيه في طوكيو، وكمان تتويج ببطوله الامم الافريقيه الثالثه على التوالي اللي هي كانت من شويه من كام يوم، والتاسعه في التاريخ. طيب تيجي نروح لكره القدم، فشل كبير حدث ولا حرج، خساره من غانا بسداسيه في 2013. مش عايز اكون قاسي، ولكن هذه هي الحقيقه، كره القدم الامور فيها صعبه جدا جدا جدا. تحبوا احكي لكم قصه كيف استطاع هذا الاتحاد ان يفشل بكره القدم المصريه؟ وبكلم حضرتك في وقت قليل، وهبدا من اخر حاجه. ودع منتخب مصر تحت قياده البرتغالي روي فيتوريا بطوله كاس الامم الافريقيه الحاليه المقامه في كوت ديفوار من دور ال 16 بعد الخساره امام الكونغو الديمقراطيه بركلات الترجيح من غير مكسب ولا ماتش. من 31 سنه لم يحدث هذا الامر. كارثه، كارثه كرويه في كوت ديفوار. خساره منتخب مصر هي ليست السقوط الاول لبطوله الامم الافريقيه، ليست السقوط الاول للمنتخبات مع هذا الاتحاد. الاتحاد المصري اللي تولى المسؤوليه برئاسه الاستاذ جمال علام يوم 5 يناير 2022 لم يحقق اي نجاح يذكر على مستوى المنتخبات الوطنيه. ولكن ما حدث وما تحقق فشل ذريع لهذا الاتحاد. بالنسبه للمنتخب الاول حدث ولا حرج، عديد من الخسائر، و كنا شايفين ان المنتخب الاول يسير بخطى ثابته. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا جماعه؟ قبل كده في الكاميرون وصلنا للمباراه النهائيه، ولكن خسرنا البطوله امام السنغال، لم نصل الى كاس العالم امام السنغال. لو تفتكر حضرتك رئيس الاتحاد في ذلك الوقت خرج وقال لك عايزين نعيد المباراه. ولكن اللي ليه في الكوره يعني وليه في اللي بيحصل عارف ان ده يعني اي كلام. ثم سقط هذا العام ببطوله كاس الامم الافريقيه من دور ال 16 امام الكونغو، وانا اسف ان انا هقول هذا الكلام. الكونغو فريق جيد منظم، عنده مدير فني سباستيان دي سابر، واحد من المديرين الفنيين الكبار اللي عنده أدواته، عارف إن أدواته أقل بكتير فنياً من المنتخب المصري. وأنا هقول لحضراتكم على مفاجأة بعدين مش دلوقتي فيما يخص ديسمبر. طيب، فقدر إن هو يشتغل مع منتخب الكونغو خلاص؟ اللي أقل فنياً بكتير من منتخب مصر ووصل معاه اللي هو عايزه، ركلات الجزاء. وبعدين خسرنا في ركلات الجزاء، ما أقدرش ألوم حد في ركلات الجزاء، ولكن أنا بتكلم على 120 دقيقة. 120 دقيقة. ده بالنسبة للمنتخب الأول. المنتخب الأولمبي فشل في البطولة الأفريقية. وصل لنهائي أمم أفريقيا 23 سنة، ولكن خسرنا المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي. الحمد لله صعدنا لبطولة دورة الألعاب الأولمبية في باريس، يمكن هو دي النقطة البيضاء الوحيدة في هذا الثوب الأسود. أبرز النتائج المخيبة للأمال الاتحاد المصري لكرة القدم خسارة منتخب مصر للشباب تحت قيادة كابتن محمود جابر في ذلك الوقت بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي أقيمت في مصر، وفشلنا في التأهل لبطولة كأس العالم للشباب في إندونيسيا بلا أي فوز ولا أي تسجيل حتى الهدف، تعادل مع موزمبيق، خسارة أمام نيجيريا، ثم السنغال برباعية، بجانب فشل منتخب الشباب في الفوز لو تفتكروا برضو بالبطولة العربية. اتحاد كرة القدم مفروض ان هو اتحاد مختص ان هو يتولى زمام الامور فيما يخص المنتخبات. الرابطة هي اللي خدت الدوري ومعاك كاس مصر، ما عندكش حاجات كتيرة يعني. لكن بالفعل امور غريبة جدا الواحد بيشوف، خسرنا من منتخب الشباب في السعوديه المباراه النهائيه امام المنتخب السعودي،
5-3 لو تفتكروا برضو المباراه دي، المباراه انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. منتخب الناشئين لم يستطع التاهل لبطوله كاس الامم الافريقيه، وبالتالي لم ينافس في الاساس للتاهل لبطوله كاس العالم. كان ساعتها اعتقد كابتن محمد وهبه. خسرنا امام ليبيا والمغرب ولم نحقق سوى فوز وحيد امام تونس. ليفشل المنتخب ويتم تسريح المنتخب. لم يتوقف الامر على ذلك. مستوى منتخب الكره النسائيه لم يحقق المنتخب التاهل لبطوله كاس الامم الافريقيه، لاننا خسرنا امام المنتخب السنغالي برضه. منتخب الناشئات فشل في التاهل لبطوله كاس العالم وخسرنا امام المنتخب الكاميروني. على مستوى المدربين، طيب اتحاد كره اليد، اليد بيلعب بايديهم، بيتعاقدوا مع مدربين اجانب، بيعملوا بينقلوا كره اليد الى منطقه تانية، بيعملوا شغل محترم، بيكون لهم تاثير ايجابي، والمدير الفني الاجنبي اللي بيجي عفوا بيتوج ببطولات على جميع الاصعده والمستويات، اخرهم المدرب الاسباني كارلوس باستور. طب في كرة القدم، أغلى مدرب في الأمم الأفريقية اللي مرتبه ضعف مرتب سباستيان دي صبر 10 مرات. سباستيان دي صبر بياخد 17000 يورو، عندنا بياخد 200000 يورو، هو تاني أعلى مرتب بعد جمال بالماضي. على فكرة ده المعلن، وفي ناس بتقول أكتر، أنا معرفش الحقيقة فمش عايز أقول أرقام، ولكن بناء على الاحصائيات اللي جايه لنا ان جمال بالماضي رقم واحد ب 210 الف يورو في الجزائر، ثم فيتوريا ب 200 الف يورو. خسر بواحد ديسمبر بياخد 17 الف يورو. مين تاني تعاقدنا معاه؟ سلسله كبيره من التعاقدات مع المدربين الاجانب والوطنيين، ولكن المحصله ايه؟ صفر كبير. ده مش قلب، اوعى تفتكروا ده، لا ده صفر، زي مانويل جوزيه كان يعمل لنا كده، يعني صفر صفر صفر.